السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة أخبار 7E News من قناة ظفر. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. الوطنية للانتخابات تعلن جاهزيتها لتلقي طلبات الترشح لعضوية الوطني الاتحادي. السلطات المغربية تعلن إنقاذها 67 مهاجرا قبالة سواحلها الجنوبية. ملك وملكة بريطانيا يعزيان بايدن في ضحايا حرائق الغابات بهاواي. بولندا وارسو تنشر قوات على الحدود البيلاروسية وسط توترات بشأن وجود فاغنر. تلك كانت العناوين، وإلى التفاصيل. أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات جاهزيتها لتلقي طلبات الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 ممن وردت أسماؤهم في قوائم الهيئة الانتخابية، وتنطبق عليهم شروط الترشح خلال الفترة من 15 وحتى 18 أغسطس 2023، وذلك عبر الرابط المتوفر على الموقع الإلكتروني للجنة أو التطبيق الذكي اللجنة الوطنية للانتخابات المتوفر على متجري أبل ستور وجوجل بلاي. كما يمكن لمن تعذر عليه تقديم طلب ترشحه من خلال منصة التسجيل عن بعد تقديم الطلب بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة إلى مراكز تسجيل المرشحين في الإمارة التي ينتمي إليها. وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن عملية تسجيل المرشحين ستتم بصفة أساسية عبر منصة تسجيل المرشحين عن بعد من خلال الموقع الإلكتروني للجنة أو تطبيقها الذكي، حيث ستكون عملية التقديم عن بعد متاحة على مدار 24 ساعة، فيما ستستقبل مراكز التسجيل التسعة الموجودة في إمارات الدولة المختلفة. صنفت الجامعة الأمريكية في الشارقة والتي احتفلت مؤخرا بمرور 25 عاما على تأسيسها من بين أفضل 25% من مؤسسات التعليم العالي في العالم بناء على تصنيفات كيو اس الجامعية العالمية لعام 2024، حيث جاءت بالمركز الأول في دولة الإمارات في السمعة التوظيفية لخريجيها لدى أصحاب الأعمال، والمركز الثاني في السمعة الأكاديمية واقتباسات أعمال أساتذتها البحثية وتنوع جنسياتهم، والمركز الثالث في نسبة توظيف خريجيها وتنوع جنسيات طلبتها. عقد المكتب الوطني للإعلام إحاطة إعلامية في أبوظبي بمشاركة وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية للتعريف بآخر التحضيرات والمتطلبات المرتبطة بتغطية استضافة دولة الإمارات الدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28. يأتي تنظيم الإحاطة الإعلامية بهدف تعريف وسائل الإعلام بالخدمات والتسهيلات المقدمة في مدينة إكسبو دبي مكان انعقاد المؤتمر واطلاعهم على الإجراءات المطلوب إنجازها من قبلهم، علاوة على الوقوف على احتياجاتهم في سبيل تقدم تغطية إخبارية تواكب أو تقديم تغطية إخبارية تواكب هذا الحدث العالمي. أصدر مركز ترينز للبحوث والاستشارات ورقة بحثية بعنوان الذكاء الاصطناعي عدو أم صديق، تركز على المخاطر المحتملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وما يتطلب تجنبها من إجراءات قبل فوات الأوان. وبيّنت الورقة التي أعدها الأستاذ الدكتور أحمد خميس خليل الجنابي أن الذكاء الاصطناعي أحد أهم هذه التغيرات التي أحدثت تحولات في مجالات الحياة كافة واستحوذت على اهتمام الباحثين. وذكرت الدراسة أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تهدف في الأساس إلى حماية البشر والحفاظ على أرواحهم وتوفير الوقت والجهد لهم وتحويل المعلومات الأولية إلى معرفة قيمة والقدرة على العمل في الظروف الخطرة وتحقيق عائدات استثمار جيدة. وزارة الصحة ووقاية المجتمع نشرت فيديو توضح فيه حياة البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء، رحلة تستمر ويستمر معها الأمل والعطاء. نتابع.
اكتسب المشاركون في فعاليات صيف أكويانا التي تنظمها ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين مهارات صناعة السجاد، وأبدعوا في إنتاج 20 قطعة فنية بتصاميم إبداعية في تجربة تعلم استثنائية تهدف إلى تدريب النشأ على فنون الحرف أو الحرف اليدوية، تمهيدا لصناعة السجاد الإماراتية التي تجمع بين الأصالة والحداثة من إبداعات أبناء الشارقة. ننتقل إلى الأخبار العربية والعالمية من 7A نيوز. صدر عن قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه البيان الآتي: في إطار العمليات الأمنية التي يقوم بها الجيش لمكافحة تهريب الأشخاص والمخدرات عبر الحدود وتوقيف المخلين بالأمن، نفذت الوحدات العسكرية المنتشرة مهمات مختلفة بمؤازرة مديرية المخابرات، نتج عنها ما يلي: توقيف 150 شخصا في بلدة شدرة ومنطقة خربة الرمان وطريق عام عندقة العوينات عكار أثناء محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتوقيف عدة مواطنين في منطقة أبي سمراء طرابلس لإقدامهم على إطلاق النار. أعلنت السلطات المغربية عن إنقاذها مركباً مطاطياً على متنه عشرات المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحلها في أقصى جنوب غربي البلاد. ذكرت مصادر بالجيش المغربي أنه فور نقلهم على متن الوحدة التابعة للبحرية الملكية تلقى هؤلاء المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الإسعافات الأولية قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء العيون، حيث جرى تسليمهم إلى الجهات الأمنية للقيام بالإجراءات الإدارية بحقهم. لا تزال عناصر السلطات في مدينة طنجة تسارع الزمن لتطويق حريق مهول في غابة رميلات، حيث تمت الاستعانة بطائرات كنادير من أجل إخماد النيران، وتم الاستعانة في الميدان بعدد من عناصر الإطفاء وعناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة، وحتى اللحظة لم تعرف ملابسات اندلاع الحريق في وقت تشير فيه تقارير إلى أن موسم الصيف الحالي سيشهد موجة من الحرائق غير معهودة بسبب الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة. قال ملك بريطانيا تشارلز الثالث في رسالة تعزية بعثها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه وقرينته الملكة كاميلا أصابهما الرعب الشديد عند سماعهما أنباء حرائق الغابات الكارثية في هاواي، وأرسل أعمق تعازيهما إلى عائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الحرائق في جزيرة ماوي. وأضاف تشارلز في الرسالة: لا يسعنا إلا أن نبدأ في تصور حجم الدمار الذي اجتاح الجزيرة والألم الشديد لأولئك الذين تأثرت سبل عيشهم بشكل كارثي. يذكر أنه تم تأكيد وفاة 80 شخصا على الأقل في هذه الحرائق. قال حاكم ولاية هاواي الأمريكية جوش غرين إن حصيلة ضحايا حرائق الغابات المدمرة في مقاطعة ماوي بالولاية قد ارتفعت إلى 89 شخصا. وذكرت صحيفة واشنطن الأمريكية إن حرائق غابات ماوي تعتبر الأكثر فتكا خلال أكثر من قرن في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، متجاوزة حريق كامب الذي اندلع في 8 نوفمبر 2018 في ولاية كاليفورنيا وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 85 شخصا. قالت إحدى السكان في لاهينا لوكالة فرانس بريس إن العديد ممن فروا من الحريق الذي أودى بحياة 89 شخصا على الأقل في جزيرة ماوي في هاواي يقولون إنهم لم يتلقوا أي إشعار تحذيري ولا إشعار إخلاء، لذلك لم يكن الكثير من الأشخاص مستعدين، وبحلول الوقت الذي اكتشفوا فيه أن الوقت قد حان للذهاب كان الأوان قد فات. قالت وزارة الدفاع البريطانية الأحد إن هناك فرضية مدعومة بوقائع بأن روسيا لم تعد تمول أنشطة مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة. وذكرت وزارة الدفاع في نشرتها اليومية: إذا لم تعد الدولة الروسية تمول فاغنر فإن سلطات بيلاروسيا هي الجهة الثانية الأكثر منطقية للتمويل، مضيفة أن هذا سيكون بمثابة استنزاف لموارد بيلاروسيا. وأشارت الوزارة إلى أن فاغنر يتجه نحو تقليص حجم المجموعة وإعادة تشكيلها من أجل توفير نفقات الرواتب في وقت تتعرض فيه لضغوط مالية.
نشرت بولندا زيادة عدد القوات التي تحمي حدودها مع بيلاروسيا، فقد أعلن وزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك في القاعدة العسكرية بعد لقاء مع بعض الجنود أن ما يصل إلى 10,000 جندي إضافي سيتمركزون على الحدود مع بيلاروسيا. زعم الوزير البولندي أن زيادة الوجود العسكري هو خطوة رادعة وسط أعمال زعزعة الاستقرار من قبل جارتها الموالية لروسيا، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب وصول قوات شركة فاغنر العسكرية الخاصة إلى بيلاروسيا والخلاف المستمر بشأن المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود. التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي بنظيره الكمبودي براك سوكون في بنوم بنا خلال جولة إقليمية في جنوب شرق آسيا مع اشتعال التوترات مع الفلبين في بحر الصين الجنوبي. وأصبحت كمبوديا واحدة من أقوى حلفاء الصين في المنطقة في ظل حكم الحاكم المنتهي ولاية هون سين، حيث تلقت مبالغ ضخمة من الاستثمارات الصينية. السكان المحليون في سوق للحبوب في بامباكو تبادلوا وجهات نظره ردا على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو سترسل ما بين 25 و50 ألف طن في المستقبل القريب من الحبوب المجانية إلى الدول الإفريقية خلال القمة الروسية الإفريقية الثانية في سان بطرسبرغ الشهر الماضي، فقد ارتفعت أسعار الحبوب في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا خلال العامين الماضيين بسبب عدة عوامل، بما في ذلك اندلاع الصراع في أوكرانيا، ولكن أيضا بسبب الجفاف الشديد وتصاعد العنف. ننتقل إلى مقال اليوم. مقال اليوم اخترناه لكم من موقع 7 نيوز للدكتورة نهلة عيسى، أستاذة في كلية الإعلام جامعة دمشق، تحت عنوان أوراق دمشقية ثلاثية الموت. جاء فيه: كثرة الحديث عن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف مجالات الحياة الإنسانية في العامين الماضيين تثير ريبة العديد من الباحثين وحتى الناس العاديين. بعد مرور أكثر من 60 عاماً من عمر صك المصطلح، مؤتمر دارتموث البحثي عام 1956 وبدأ العمل على تحويله إلى واقع عملي تمكنت فيه الآلة من محاكاة جوانب الذكاء البشري، بل وتفوقت عليه في سرعة الوصول إلى التنبؤات والتوصيات وحتى القرارات التي تؤثر على البيئات الافتراضية والواقعية. إذ يتساءل المرتابون عن الدوافع وراء ذلك ويربطونه بالجدل الصاخب الذي ثار زمن جائحة كورونا عن أن هناك مؤامرة كونية لتقليص عدد سكان العالم إلى 500 مليون نسمة، ومن ثم تصاعد اللغط حول القوانين التي بدأت بسنها وتطبيقها بعض الدول الغربية حول حقوق الأطفال في اختيار جنسهم في السنين الأولى من عمرهم، مع المحاباة والدعم غير المسبوقين للحركات الغريبة في شتى أنحاء الأرض، مما يشكل تهديداً جدياً على طبيعة الحياة الإنسانية، وسموا ذلك بثلاثية الموت التي يسعى عبرها البعض إلى تقليل حجم البشرية. ننتقل إلى أخبار بانوراما من 7 نيوز. هيئة الاتصالات والفضاءات التقنية نشرت عبر حسابها الرسمي على منصة إكس ماضينا خطوات رسمناها بهمة حاضرنا، قفزات لقمم متجددة، مستقبلنا رؤية تقودنا نحو الصدارة. نتابع. على رمالها رسخت قيمنا، وفي أعماقها عرفت إنجازاتنا، ونحو فضائها انطلقت أحلامنا. مملكة مكنت من يسكنها وألهمت العالم أجمع. ماضينا خطوات رسمنا بها طريقا نسلكه، وحاضرنا قفزات نصل بها قمما لا نهابها، ومستقبلنا رؤية ستضع المملكة في صدارة العالم بأسره،
اتصالات مرتبطة بتقنيات متطورة تصلنا بالفضاء، يدفعنا الابتكار لننهض بالتقنيات ونعزز تطبيقها، وتلهمنا الشفافية لنعكس بها التنافس العادل، ويحفزنا التمكين لتحقيق مكانة رفيعة للمملكة، ويحركنا التعاون ليزدهر اقتصاد وطننا، نعزز المنافسة ونوفر الخدمات، نحمي المستخدم ونشجع المستثمر ضمن منظومة متكاملة تدعمها القيادة، ستضع المملكة في مكانة عالمية تليق بطموحاتها. احتشد المواطنون في بانكوك لتكريم الملكة سيريكات ملكة تايلاند خلال احتفالات عيد الأم، وقد بدأت تايلاند تقليد عيد الأم المعروف أيضا باسم وان ماي في 15 من أبريل. يذكر أن 1950 تم تصنيف الملك الراحل الملك راما التاسع كشخصية أبوية للشعب التايلاندي. شارك الإندونيسيون في استعراض علم يبلغ طوله 100 متر قبل يوم الاستقلال القادم الذي يصادف 17 من أغسطس. ففي عام 1945 أعلنت إندونيسيا استقلالها عن الحكم الاستعماري الهولندي. كاريكاتير اليوم اخترناه لكم من جريدة الوطن السورية بريشة الفنان عبد الهادي الشماع بعنوان هذا من الحيتان. أما إنفوغراف اليوم من وكالة الأنباء الفرنسية عن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. ننتقل إلى تغريدة اليوم التي اخترناها لكم من الحساب الرسمي لمركز أبوظبي للغة العربية عبر منصة إكس. جاء فيها: تعرفوا على الفروع الستة التي تتضمنها جائزة سرد الذهب في دورتها الأولى 2023-2024، ولا تفوتوا فرصة تقديم أعمالكم الأدبية أو أعمالكم الأدبية والإبداعية في المجال الذي تفضلونه. أما التغريدة الثانية اخترناها لكم من منصة إكس الحساب الرسمي لاستكشاف العلا. جاء فيه: ليل لطيف النسمات وصباح ينعش الحواس، هذا ما يميز صيف العلا الذي سيدهشك بتفرده، حيث المغامرة والهدوء والإبداع في صيف لم تعش.
حديث الكاميرا اخترناه لكم من الهند، حيث احتفل مخيم ساكريبيل للفيل باليوم العالمي للفيل عن طريق الاستحمام وتزيين الحيوانات، وقد دهش السائحون بذلك وكانوا مرتدين زخارف ملونة ورسما على بشرتهم. أما الآن إلى أخبار الاقتصاد من 7 نيوز. شبكة السكك الحديدية الوطنية تربط مراكز التجارة الرئيسية في أبوظبي وأنحاء الدولة عبر مسار يتضمن عدداً من المحطات و593 جسراً ومعبراً. المشروع يسهم في تسهيل حركة الركاب وشحن البضائع، ما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن المستثمرين الأفراد الذين خسروا أموالاً عندما استحوذ بنك يو بي اس على بنك كريدي سويس في مارس الماضي يعتزمون رفع دعوى قضائية للطعن على عمليات الاستحواذ. وقالت الصحيفة إن الرابطة السويسرية لحماية المستثمر تعتزم رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية في زيوريخ نيابة عن نحو 500 مستثمر في أسهم كريدي سويس. النشرة مستمرة وإلى أخبار الرياضة من 7 نيوز. شهد حفل جوائز رابطة المحترفين لأبطال موسم 2022-2023 تتويج العديد من الأسماء التي فرضت الأفضلية على مدى السنوات الماضية، ما يشير إلى وجود استمرارية وجهد متواصل من الفائزين لحصد الألقاب والجوائز ومساعدة الأندية في الوصول إلى أهدافها. ونال علي مبخوت مهاجم الجزيرة جائزة أفضل لاعب مواطن في الموسم للمرة الرابعة في تاريخه، وسبق له أن حصل على الجائزة في مواسم عديدة، وبذلك ينفرد بعدد مرات الأفضلية بهذه الفئة بعد أن كان مشتركا مع عمر عبد الرحمن. استضافت سوريا بطولة فيبا آسيا 2023 للتصفيات الأولمبية في ساحة الفيحاء الرياضية في دمشق، وتتنافس 6 فرق لكرة السلة: الهند والبحرين وكازاخستان والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وسوريا في المرحلة الأسيوية من بطولة كرة السلة التأهيلية الأولمبية لألعاب باريس 2024. وفي المباراة الافتتاحية فاز فريق كرة السلة الهندي على مضيفه سوريا بنتيجة 85-74، ومن ناحية أخرى فازت إندونيسيا على كازاخستان 91-82. القنصلية الكولومبية غمرت بالألوان الأصفر والأزرق والأحمر، بينما شاهد حشد كبير من المشجعين المباراة على الشاشة وهم يلوحون بالأعلام الكولومبية. وكان من بين الحضور سفير كولومبيا في إسبانيا والقنصل الكولومبي في مدريد. توافد الآلاف من مشجعي كرة القدم على ملعب أليانز أرينا لمشاهدة لقاء فريق بايرن ميونخ مع لايبزيج في كأس السوبر الألماني، وهو الظهور الأول لقائد إنجلترا هاري كين مع بطل الدوري الألماني. وقد أذهل لايبزيج المرشح بايرن ميونخ بفوز مفاجئ 3-0 خلال مباراة كأس السوبر، وتم إلحاق كين إلى مقاعد البدلاء في الدقيقة 63، لكن لم يكن له تأثير يذكر حيث خسر فريقه بالفعل 0-2. وعن أحوال الطقس في بعض من الدول العربية والعالمية.
النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. الوطنية للانتخابات تعلن جاهزيتها لتلقي طلبات الترشح لعضوية الوطني الاتحادي. السلطات المغربية تعلن إنقاذها 67 مهاجرا قبالة سواحلها الجنوبية. ملك وملكة بريطانيا يعزيان بايدن في ضحايا حرائق الغابات بهاواي. بولندا وارسو تنشر قوات على الحدود البيلاروسية وسط توترات بشأن وجود فاغنر. كنا معكم مشاهدينا من 7 إي نيوز، بأمان الله.